حنا ضد الهمجية، حنا ضد الصبيانية المكرونية، حنا ضد الدناءة ديال واحد التيار فرنسا اللي تيحكموا هذا ماكرون. جينا اليوم لان خرج واحد البلاغ تيقول انه خصنا نديروا واحد الوقفه تضامنيه كمواطنين مغاربه اللي درنا قلبنا من واحد الرئيس ان با لو دغوا باش يجي خاطب الشعب المغربي. اليوم الرساله ديالتنا للرئيس الفرنسي ماشي للشعب الفرنسي، لان حنا الرئيس هو اللي خاطب الشعب المغربي وما عندوش الحق يخاطب شعب مغربي، عنده ملك. هذه بلاد وهذه دار عندها مولاها، ومولاها الحمد لله هو صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله اللي كنعتزوا به، ومن هذه المنابر كنشكروا على الوقفات اللي دار وعلى الرساله اللي عطى للشعب المغربي. وحنا الحمد لله وحتى الشعب المغربي الحمد لله في تضامن مع سيدنا. ملي كيقول واحد الرساله كيوجهها تنكونوا كلنا الحمد لله يد واحده. فكنشكر السلطات المحلية والأمن الوطني ووزارة الصحة، الناس اللي الشيافر ديال الجرافات، الناس فرق الإنقاذ لا المغربية ولا، تنشكر المحسنين، تنشكر المغاربة، كنشكر الأمن الوطني، كنشكر القوات المسلحة الملكية. وكنوجه واحد الرسالة للعالم بأسره يعرف أن الشعب المغربي حر، أبي يحكمه ملك ابن ملك سليل البيت النبوي، ما يخاطبنا حتى شي حد ويقول لنا شي حاجه. احنا اللي تيقول لنا تنعرفوه منذ اجدادنا، هو الملك ابن الملك محمد السادس. وحنا ديما الحمد لله تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء المغربيه ولا عزاء للحاقدين. هذه رساله كنوجهها للعالم باسره، ان اللي بيدق على المغرب، المغرب عنده ملك، ملك ابن الملوك، ويهب الملك لمن يشاء، وهذا قول الله سبحانه وتعالى. فالرسالة ديالتي موجهة فقط للرئيس الفرنسي، فقط للرئيس الفرنسي. كنقول ليه يمشي يشوف بلادو، يشوف الناس اللي ناعسين في الزنقة ديالو، يشوف الاقتصاد، يشوف التصرفات ديالو الدبلوماسية التي غير لائقة، لأنه أول مرة تنشوفوا فرنسا تيجيها رئيس اللي ما تيعطيهاش، بالعكس هي في تدهور. ورسالتي ليه لماكرون انه يمشي يخاطب الشعب ديالو، عندنا ملكنا يخاطبنا ملكنا وكنحترموه وتنقدروه وعلى راسنا من الفوق. صراحه بكل وضوح المغاربه يستنكرون ما تقوم به الدوله الفرنسيه ورئيسها تجاه الوطن وتجاه الوحده الوطنيه وتجاه السياده الوطنيه. اذا احنا اليوم في هذه الوقفة التي جئنا فيها أمام السفارة الفرنسية للتنديد بالممارسات التي تقوم بها الدولة الفرنسية ورئيسها ماكرون تجاه الوحدة الوطنية وتجاه السيادة المغربية في تعلٍ في تعالٍ وفي بعقلية كولونيالية، بعقلية تحقيرية، بعقلية كلها تجبر وتكبر تجاه المغرب والمغاربة، ويوجه خطاباً خارج كل السياقات الدولية والقانونية والدبلوماسية إلى المغاربة، وهذه سابقة في التاريخ، سابقة أمام في العلاقات الدولية، بحيث أن كل المغاربة يستنكرون هذه الممارسة لأنهم لا يعتبرون أنفسهم مقاطعة تابعة لفرنسا، ولا يعتبرون أنفسهم في حماية الدولة الفرنسية، بل المغرب يتمتع بكل سيادته وبكل وحدته الوطنية. وبالتالي من هذا المنبر نندد ونسجب كل هذه الممارسات التي تقوم بها الدولة الفرنسية وبإعلامها المفبرك الذي يخدم كل الأجندات المعادية للمغرب، وكذلك لكل الممارسات والمبادرات التي يقوم بها الرئيس ماكرون تجاه المغرب وتجاه وحدة المغرب وتجاه سيادة المغرب.